عايشه دلوقتي ما بين مصر واوروبا. بشتغل اصلا هناك اكتر معظم الوقت في مسرح. فمشكلتي الوحيده هو التنظيم الحقيقه. يعني لو في شغل منظم بجداول معينه بيتبعت لي انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اعمله، لان انا بنظم مواعيد شغلي على مواعيد المسرح هناك. فمواعيد المسرح باخدها قدام سما، ما ينفعش حد يكلمني يقول لي انت عندك اوردر كمان يومين، ما ينفعش. فهمت؟ لو في حاجه منظمه، في حاجه موجوده بمواعيد فيكست، انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اشتغلها. انا اكتر حاجه بتعصبني في الحياه هي الهرجله. ما بعرفش اشتغل في مواعيد مهرجله، في ناس مش ملتزمه بمواعيد. مش بقول طبعا ان كل الوسط الفني، بس في ناس ملتزمه جدا 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 بمواعيدها، وهي دي الناس اللي انا حابه اشتغل معاها الحقيقه. يا ريت تكلموني لو عندهم ادوار. وانا كنت سنه طيبه، عيد ميلادك كان قريب. 25 اكتوبر، مكتوب غلط على فكره على الانترنت، دايما بيكتبوا عيد ميلادي غلط. انا عيد ميلادي 25 اكتوبر. ما كنتش حاطه حجاب على شعري خالص، كنت حاطه زينه. كان في زينه حاطينها لي على الترابيزه، فخدتها وحطيتها على شعري. ما اعرفش ايه فكره، مين اللي قال ان انا لابسه حجاب. بعد الكومنتس كانت مكتوبه على الصوره كده، ما شفتهاش الحقيقه. يعني مش عارفه، لا مش عارفه الناس بتكتب عليا ليه. يعني ليه واحد صحفي يستقطع وقت من وقته؟ هل الفضة والتفاهه وصل بيهم لدرجه ان انا لما اقول ان انا ما باكلش لحوم مثلا ينزلوا خبر متخلف جدا عن معتقداتي مثلا، وربط ده بان انا ما باكلش لحوم؟ يعني انا فعلا ما بفهمش الكلام ده خالص الحقيقه. يعني المفروض ان الصحفيين عندهم ميثاق شرف زيهم زي الدكاتره وزي اي حد تاني بيشتغل في مهنه، ان هو يوصل الحقيقه للناس، مش ياخد صوره محطوطه على انستغرام انا بقول فيها ان انا ما باكلش لحوم ويعمل عليها خبر ملوش اي اساس من الصحه، ويتهم بني ادم في معتقداته او في ارائه وهكذا. يعني انا مش عارفه اعمل لهم ايه. طيب اروح فين تاني؟ انا مش فاهمه الحقيقه.